مرحبا، أنا رني. مين منا ما بيحب الأفلام العربية وأبطالها؟ تابعونا ببرنامج من القائل. شوفوا المشهد، ركزوا واحذروا مين الممثل. أنا هنا في منتهى السعادة، في وسط معملي وتجاربي وحيواناتي، عايش مع الإنسان الوحيد في الكون ده كله اللي يستاهل إنه يعيش معاه. مين ده فندم؟ أنا. كان معكم رني، انتظروني بالحلقة الجاية.